التقى وزير التنمية المحلية هشام أمنة مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير بمقر الوزارة لمناقشة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي للتطوير ورفع كفاءة المجازر بالمحافظات ومعادلات تنفيذ المشروعات الجارية، حيث يبلغ عدد المجازر في تلك المرحلة حوالي 41 مجزراً في 22 محافظة. يأتي ذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وبأسعار مناسبة وتطوير ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات. كما يهدف المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر بالمحافظات إلى الحفاظ على البيئة من التلوث وزيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة.